يعني كل واحد سمع الخطاب ديال وزير الفلاحه محمد صدقي في الاجتماع الاخر اللي دار في لجنه القطاعات الانتاجيه نهار الاربعاء 5 يونيو 2024 في مجلس النواب، غادي يخرج بواحد الاستنتاج بان المغرب جاب الدور على نيوزيلندا واستراليا والارجنتين والبرازيل واصبح هو الرائد في تربيه ديال الماشيه والماعز وفي الانتاج الحيواني. والحال حنا في واحد البلد سميتها المغرب اللي عنده واحد المخطط سميتو المغرب اقدر، اللي المغاربه كيشرو فيه اللحم 120 130 درهم هذا اللي لقاوه، بلا ما نهضر على الخضره اللي داير قرون طلعت الجبل. من بين المغالطات التي روجها وزير الفلاحه في هذا الاجتماع ديال مجلس النواب في اللجنه ديال مجلس النواب هو انه الحكومه ديال اخنوش قدمت 253 مليار ديال السنتيم لدعم الفلاحه والكسابه، علاش؟ باش يوفروا واحد الحولي باش يشريو المغاربه بثمن منخفض. والحال ان الوزير حاول ان ينوم ليس فقط البرلمانيين بل ان ينوم الشعب المغربي بهذه الارقام. الا خدينا حنا غير شق واحد هو الشق ديال دعم الشعير، الوزير قال بان حنا حكومه قدمنا 173 مليار ديال السنتيم لدعم الشاعر، في حين يعني ملي كنشدوا ديك 73 مليار وكنقسموها ليس على القطيع كله اللي هو 20 مليون قطيع عندنا راس في القطيع، ولكن نقسموها حنا غير على العرض اللي مقدم في الاضاحي اللي هو 6 مليون 800 الف كتعطينا 13 ريال في النهار، يعني مين بدرهم مين بدرهم ديال الشعير في النهار. في حين لما سولنا حنا الكسابه والفلاحه والمربين الى اخره تيقول لك بان الحولي في النهار كيتقام عليا انا كفلاح يعني في الشعير وفي الفصه الى اخره ما بين 6 درهم و 8 درهم، يعني في العام كيتقام ب 2800 2900 درهم، هذه غير الكلفه ديال الماكله ديالو. اما اللي دخلنا الصوائر ديال ودخلنا الصوائر ديال الصنك ودخلنا ذاك الهامش المعقول الصغير ديال الربح اللي مساله يعني معقوله خاص يربحها فيها الفلاح، يعني بمعنى الحولي خاصو يتباع بواحد 4500 5000 درهم ماشي بالثمن اللي قال الوزير قل من 3000 درهم في السوق المغربيه. اما اللي دخلنا الشناقه والسماسريه فراه الحولي ما كيتباع ما بين 6000 حولي معقول ما بين 6000 درهم و 7000 درهم، وفي هذه الحاله الواحد اللهم يمشي يشري موطوبيكان ولا يشري حولي ب 7000 درهم. اذا هذا يعني دليل على ذاك التخبط ديال الحكومه، وهذا التخبط ماشي كنقولوه من باب يعني اطلاق الكلام على هوائنه، لا كنقولوه بالحجه والدليل. والحجه الاولى هو انه الموقع ديال لونيكل يعني في الشق ديال استيراد 600 الف حولي من رومانيا وفرنسا واسبانيا الى اخره. لونيكل اللي هو المركز الوطني للحبوب اللي مسؤول على هذه العمليه ديال الاستيراد قال في الاول بان 67 شركه هي اللي غادي تجيب هذيك 600 الف حولي اللي رصدت لها الحكومه، يعني 30 مليار ديال السنتيم اريزون دو 500 درهم للراس. فاذا بقدره قادر ما بقاش 67 شركه ولات 100 شركه عبر ادخال واحد 33 شركه اخرى من ناض الغوات ونهض الاحتجاج الى اخره، وما شرحاتش الحكومه المعايير وما شرحاتش الحكومه الاسباب التي ادت الى ادخال هاد 33 شركه في رمشه عين. الثانيه هو انه العدد في الاول كان 300000 اللي غنستوردوا ديال الابقاء ديال الحوالي عفوا، فاذا بقدره قادر ايضا اصبحت 600000 بدون ان الحكومه تشرح لنا الاسباب والمعايير التي ادت الى هاد النقله من 300000 الى 600000، علما ان الاسلام في المغرب عنده 14 قرن، يعني ملي كنقولوا 14 قرن يعني 1400 عام، ومن كنقولوا 1400 عام راه 1400 عيد ديال الاضحى. واش عباد الله 1400 عام ديال العيد الاضحى والحكومه مازالت لم تعرف كيف تدبر يعني هاد الامور اللوجستيكيه والماديه المرتبطه بعيد الاضحى. غناخذ واحد الشق اللي هو خطير جدا الا هو الشق ديال هاد الشيء ديال الاستيراد ديال 30 مليار، يعني ان عمليا الحكومه ديال اخنوش لم تدعم الكساب المغربي بل دعمت الكساب في رومانيا ودعمت الكساب في فرنسا وفي اسبانيا، وهذا شكل من اشكال تهريب ثروه من المغرب. علاش؟ حيت ديك 500 درهم كان يفترض ان تنعكس على الثمن الذي يباع به الكبش في المغرب، لكن امام ادخال واحد المجموعه ديال الناس غير مهنيين واعطائهم الكريمه او الرخصه ديال استيراد الحواله اشنو اللي وقع؟ وقع تزايد مزايده والبيع والشراء في هذيك الاسمنه التي كان المهنيون بين قوسين المتاصلون كيشرو بها يعني اللحم يعني سواء بقر او غنم، فاصبح هذاك الكساب الفرنسي ولا الروماني ولا الاسباني الى اخره يرفض ان يبيع الثمن بان يبيع الكبش بواحد الثمن اللي هو منخفض، فاصبح هو ايضا يزايد على ذوك المغاربه، وبالتالي ديك 500 درهم راه مشات للجيب ديال الكساب الفرنسي والروماني وما مشاتش للجيب ديال الكساب المغربي. من هنا كما قلنا تهريب الثروه من المغرب الى اوروبا. ومن بين المغالطات الاخرى التي قالها الوزير هو ان هذا العيد الكبير هو فرصه باش ان واحد القيمه مضافه تنقل من المدن بقيمه 14 مليار درهم الى العالم القروي كيستافدوا منها الاسر نتيجه العائد ديال البيع والشراء في هذا الشيء ديال العيد الكبير. حنا كنعرفوه حسب الاحصائيات ديال المندوبيه الساميه للتخطيط ان العالم القروي في المغرب فيه 2 مليون و500 الف اسره تقريبا، ولا قسمنا هذيك 14 مليار على 2 مليون و500 يعني كتعطينا تقريبا ما يعادل واحد 6000 درهم كعائد يعني يفترض ان تستفيد منه هاد الاسر في العالم القروي لتدبر احوالها في هذه الايام ديال شهر جوان وشهر جوي. وهنا دي مناسبه لاي واحد فينا من هاد المشاهدين اللي كيشوفوا هاد الحلقه يعني يتصل بالعائله ديالو سواء في اتبع عمران ولا في شياضمه ولا في دكال ولا في عبده ولا في زعير ولا في جباله ولا في التمحضيط ولا في الرشيديه ولا في اي وسط قروي اشاء، ويقول لي واش فعلا يعني انتم في الدوار ديالكم يعني الاسر اللي كاين عندكم في الدوار استفادت من طرف يعني هاد العيد الكبير بهاد القيمه ديال 6000 درهم. غادي يقول لكم ودي 70% الى 80% لا. علاش؟
حيت الدعم الاول اللي قال يعني وزير الفلاحه ان الحكومه رصدته لدعم الكساب والفلاحه راه ما مشاش عمليه الكساب الصغير والفلاح الصغير، مشى لنفس الشركات الكبرى والفلاحين الكبار. وحتى هذا عائد او القيمه المضافه ديال العيد الكبير ديال 14 مليار درهم راه عمليا هو لن تستفيد منه يعني العائلات الصغرى او الفلاحين الصغار او الكسابة الصغار في العالم القروي، راه غادي يستافدوا من ثاني منه نفس العائلات الكبرى والفلاحين الكبار والشركات الكبرى. وهذا يقودني الى واحد الخلاصه قاتمه، وانه المغرب يعني عرف واحد جوج مخططات اللي كانوا وبال على المغرب، الا هو المخطط الاخضر والمخطط الازرق. الان نحن نعيش في ظل واحد المخطط احمر، الا وهو يعني رمزا الى الدم الذي يسيل في عيد الاضحى، بان المغاربه يعني كتذبحهم الحكومة يعني من الوريد إلى الوريد.